وإلى أخبار الاقتصاد الأمريكي، حيث تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي غدا للوقوف على أسباب الداعية لقرار تثبيت الفائدة، فضلا عن موقف صناع السياسات بشأن دورة التشييد النقدي الحالية ونظرتهم للأوضاع الاقتصادية سواء الحالية أو المستقبلية. وسينصب التركيز هذا الأسبوع أيضا على خطاب جيروم باول يوم الجمعة في ندوة جاكسون هول عن حالة الاقتصاد، مما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث. ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يعترف باول بالحاجة لخفض الفائدة، وسيحللون خطابه بحثا عن إشارات أما إذا كان سيبدأ في خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل. وأظهرت خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة CMI أن الأسواق تتوقع بنسبة 24.5% خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، بعدما كانت التوقعات بنسب أكبر من ذلك قبل أسبوع. ويتوقع المتعاملون خفضا إجماليا للفائدة بمقدار 93 نقطة أساس هذا العام.